هلا هلا حبايبنا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ قبل ان نبلش هذا الفلوج بليز بسرعه شاركوا بالقناه وشاركوا هذا الفيديو وسووا لنا لايك وكتبوا لنا تعليق حلو. اوكي، وين رايحين؟ وين رايحين اليوم؟ عند امتحان على الجنسي. قاعد افكر انا ما اعطي هالجنسي. خلينا نشوف. طبعا اليوم حبايبي رايحه امتحان الجنسيه الامريكيه. خلنا اقول لكم معلومات بسيطه للمتزوجه وعندهم اطفال او متزوجين حتى بدون اطفال، مو بعد 3 سنوات من اقامتكم بامريكا تقدرون تقدمون على الجنسيه، اما اللي جايين اميجريشن لا، بعد 5 سنوات ياخذونها. بس لان انا راح اخذها زوجي امريكي، يعني انا تزوجت وعد. نعم نعم، انا فرنسي واخذت ال من تزوجت وعد تزوجته على الجواز الامريكي. سو انا هسه لازم اكون ليش ما اخذته من زمان هسه راح تقولون، لان كنا عايشين في الامارات، ومن الشروط اني اكون قاعده اتليست سنة ونص من 3 سنوات بأمريكا. فأنا هسه إحنا إجينا لأمريكا صار لنا 3 سنوات، ومن صيركم 3 سنوات تقدرون تقدمون عليها قبل 3 شهور ما تخلص 3 سنوات، يعني 2 و9 شهور، 2 و9 شهور تسوون الابليكيشن اللي هي N-400 اللي أنا سويتها، وبعد ذلك يعطونكم موعد. تقريبا أنا من سويت الابليكيشن شهر 12 بنفس 2/12 اتذكر بنفس الشهر عطوني موعد للبصمات، رحت سويت بصمات وبعدين عطوني هذا الدفتر الكتيب. اوكي، انه ادرس من عنده 100 سؤال. فكنت لاني كثير بزي وكثير مشغوله ما درست الا امس بالليل. سو امس بالليل درست واليوم الامتحان. وشغلة ثانية، امتحان الساعة 22 دقيقة. طبعا احنا يا تاريخ اليوم تاريخ 7/4 شهر 4/7، واحنا رمضان يوم السادس رمضان اليوم، صح؟ يوم السادس رمضان. ويه صديقاتي جياراتي يقولوا لي ها امتحنتي؟ اقول لهم لا بعد. يقولون لي ليش؟ قلهم الموعد الساعة 2:30. قالوا غريبة دائما تكون الصبح، انت ليش؟ قلت لهم because I'm special. يلا يا صراحين احنا وياكم الموعد، لازم نكون قبل 15 نص ساعة من الموعد وراح نروح هناك نوصل. سولفنا هواية بس معلومات كلش مهمة. طريقة التقديم انا قدمتها بروحي اونلاين، بوحدي عبيت الفورم N-400 ودفعت اونلاين. تقريبا اللي دفعته 775 قلبي 700 دولار. قولين فلوس يعني هو 700 something يعني هيجي. زين وبس يلا خليني اوريكم وصلنا، والدنيا زحمة، هواي سيارات اكو، حتى باركين ما محصلين. اوكي خليني اوريكم احنا، شوفوا. يلا زوزو نازلي رايحة للامتحان. طيب دير بالك الباب مال السيارة مو ضربين السيارة وتسوي لنا مكسورة الباب قضي. يلا باي باي. انا عدل القميص ويتك. اي زوزو تشلع القلب. اكون معين من ترجعين للبيت. بنطلوني مرتفع. يلا دعواتكم. هلا وهلا بزوزو. يلا باي باي. باي باي. باي زوزو. شنو؟ ها زوزو، هاي زوزو رايحة للامتحان. قاعد استعد احضر نفسي. دعواتكم بس راح ندخل، يا نرجع زوزو العراقية يا زوزو الامريكية. اكو زوزو من ترجعين اكو ماعين فوق وتحت ماعين. شنو ارجع؟ رجعت العراقية سلك. ما علي انا. رجعت الامريكية هو اريو. يلا باي باي. ماما الا ها؟ Who are you? لا والله I'm your husband. I am American. Don't talk to me. لا والله أنت تنكتيل زوزو وراك ماعين. تعاي. Who are you? لا. Who's this kid? طحنش طحن. Who's this kid?
I find it in the car. Oh my god, he's going out. لا قضي لعد غير ابنك. يلا باي باي. المهم تواعد قاعد يسألني قلي شنو اللي صار معاه وشنو الأسئلة. فقلت له أول شيء قال لي راح امتحنك الريدنج والرايتنج. عطاني جملة أقراها اللي هي الجملة إنه الناس في أمريكا شنو تدفع للحكومة. What people in United States do they pay in for the government. فقرأتها قال لي صح. قال لي هسه كتبي we pay taxes. ندفع التاكسس. هاي هي خلصنا. بعدين قال لي الأسئلة ستة من أصل عشرة إذا جاوبتيهم صح خلاص. فعطاني يمكن والله يمكن أربعة خمسة يمكن خمس أسئلة وخلاص يمكن. فمن ضمن الأسئلة قال لي من الريبريزنتاتيف هذا يمكن جاوبته صح ما أدري. قلت له رشيدة طالب. قلت له هذا اللي أنا أعرفه. قال لي أني واحد عددي. سألني شنو والله خليني أتذكر ليش نسيت. تراجعت قل لهم نسيت. نسيت. لا خليني أرجع. ها قال لي شنو الحرب اللي صارت ب 1900. قلت له ذا سيفل 1900 سيفل. أوكي. سيفل. 900. قلت له ذا سيفل وار. يمكن هي World War One World War Two. المهم. 900 ولا. 900. The Civil War. Yeah. إيه. سألني قال لي قال لي إذا البريزيدنت مات منو اللي يجي. قلت له الفايس بريزيدنت. هاي صح. ما سألت اسمها. تصدق ما سألني ولا اسم. الحمد لله لأن أنا عندي عقد بالأسامي. بس تعرفين اسمها. شو اسمها؟ كاميلا. كمالا هاريس. يس بس ما سألني أسامي الحمد لله. كمالا. المهم حبايبي والله نسيت هاي الأسئلة المية سؤال نسيتهم يعني هم أربعة من خمسة سؤال نسيتهم ما أعرف ليش. المهم بعدين سألني شنو أسامي أولادي العنوان مالتنا وين ساكنين رقم التليفون شنو أشتغل. ودير بالكم إذا كاتبين شيء وغلطتوا قلوا لهم اي تبهم. يعني انا شوفوا من سويت الابلكيشن في سؤال من الاسئله انه هل انت سافرتي خلال هاي الفتره. فقلت لا ناسيه انا مسافرين لكندا اول ما اجينا شهر 8 2019. فامس بليل تذكرت فاليوم قلت له. فقلت له انا مسافرين لكندا تقريبا يومين او 3 ايام ونسيت ما كتبتها. كان قال لي موجوده عندي بالسيستم. قلت له وبعد شنو مغلطه. شلون تغلطين بعيد ميلاد زواجنا؟ لا عيد ميلاد زواجنا. لا شنو يقولين؟ قال متى تزوجتوا؟ ايه؟ احنا جو العقد. ايه؟ احنا عيد زواجنا 8/7. ايه؟ هاي طحنش طحن عليها. عقد الزواج احنا سويناه 3/6. هاي انا كنت كاتبه 4/6. شلون؟ غلطت بين الأربعة والثلاثة. وقلت له هو يقول لي أربعة قال لا ثلاثة أنا مش شيكت الأوراق اللي صح. زين وشنو سألني بعد وسألني قال لي يعني زوجك يعني شلون مستحملته شلون مستحملته. ارجعك واطحنا طحين. قال لي قاعد اتابعكم انا بالتيك توك هاي شنو شو مسوي بيك. خب قل لي اللي طلع عراقي. طلع عراقي اللي مسوي انترفيو. لا 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 اجنبي مو اجنبي لا امريكي. شو الفرق بين اجنبي وامريكي؟ اجنبي يعني بريطاني. الاجانب طلع بريطانيا. هو امريكي لا. زين بس هاي هي والله ما طولت الله يسلمكم وخلاص. وقال لي السيرموني مالتي راح تكون بعد شهر. قال لي راح يدزوا لي مسج او رساله ونسويها. لا لا خليني اقول لكم شغله. اوكي من ضمن الاسئله بعد ما خلصنا هالنوبه الاسئله اللي هي بالفورم اللي احنا سويته يسالني من ضمنهم اللي هل انت ارهابيه. لازم تقول لا لا يعني هل سويتي عمليه ارهابيه هل حملتي السلاح هل ساعدتي منظمه ارهابيه. كل انا قلت لا 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 هو شنو سوى. هو حط يز 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 يز. اوكي بعد شويه قال لي سوري. قلت له شنو. كان قال لي في خلط بالسيستم. قلت له شنو اللي صار يعني هو وات. قال لي I'm gonna be late يعني حتاخر شويه لان هاي الاسئله انت جاوبتيها. لا لا انا كلها حطيتهم يز يز بس راح ارجع اسويهم نونو. عافية قليل عايش حجب انا بعدي قاعدة. يكون هو مو حاط يس يس اوتوماتيكلي شرطة تجي. ايه هو
لغة. يمكن تعرف شنو هو حاط يمكن يس يس وبعدين ايه فبروسيد تو تشيك اوت يمكن بطلع على احمر طوط هاي لازم تخليها يمك والله سلامتكم هاي هي خلصنا بعد شنو رايحين للبيت شنو فطورنا اليوم انا ايدي احترقت امبارحه غطاء شوفي ابدا هاي بعد هاي شهر شهرين هذا هاي اللي ما يعرفون يطبخون شوفوا بس اول ما يدخلون مطبخ هيك يصير بيهم هاي اجازه بيها هاي لازم 6 شهور ما احرك هسه حبايبنا متجهين الى البيت علشان نشوف شنو اليوم راح نطبخ للفطور فطورنا على السريع سوينا برجر لانهم الاولاد يردون هنا عندنا تمن ولحم شوربه و برجر وهاي شنو قلنا فته بس وهاي هسه قاعد نتفطر هنا وهنا عندنا ايلان وعندنا ارسلان قاعد يسوي ما ادري هنا لازم اقعد انا اكل تعال شوفوا ايلان ينام مو وقت نومته هسه قاعد نحاول نقعده ماكو ما قاعد يقعد هذا افطور يوم الثاني نسينا ما ختمنا الفلوج معاكم وهنا عندنا يا الله يبكي لحظه خلينا اعطيه شغله عشان يسكت واكمل لكم وهسه صار انه لازم نختم الفلوج ووعد راح يختم لكم الفلوج واحد صايم وما يريد ياكل حبايبنا فضحتنا اي لا تنسون الاشتراك بقناتنا ومتابعتنا على الانستغرام والتيك توك واليوتيوب وال كل شيء فيسبوك زين خلوني اكل شنو فطوركم اليوم كتبونا تحت بالتعليقات احنا اليوم سويت لهم بشاميل وهاي عندنا زايده كانت هريسه وعد كان مسويها وسويت لهم هنا وهاي هي شوفوا على خير باي 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 باي